ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي فات عملنا انوتيشن بتاعت الكلاس بتاعنا او الموديل، تمام؟ طبعا نسينا نعمل حاجه هنا في الجندر، المفروض نحط انوتيشن اسمها at enumerated، عشان كده بعرفه ان بقول له ان ده عباره عن انم كلاس، تمام؟ عندنا تو تايب، في اوريجينال وفي سترينج. بكل بساطه لو عملت اوريجينال، تمام، فهو بيعتبر دول بيبدا واحد اثنين، تمام؟ يعني بيبدا ارقام اكنه بيشيل دول ويحط 0 و1. وانت بتعمل لو عملت ادل ستودنت في داتابيز، لو اديت له 0 هيعرف انها ميل، لو اديت له 1 هيعرف انها ايه، لو اديت له 1 هيبقى ميل، لو اديت له 2 هيبقى ايه، في ميل. هو بيعملها بايه؟ بكده. يعني بياخد اي حاجه عندك وكل ما بينهم كوما يرتبهم على انهم ايه، انتجر بيبداوا من ايه، من 1، تمام؟ تمام كده، دي ايه الاوريجينال. النوع الثاني بقى اللي هو اللي احنا هنستخدمه، اللي انا بستخدمه افضل، هو بالنسبه افضل، اللي هو سترينج. بيخزن لك في اما تيجي تخزن في السيكوال بيخزن لك ايه، بنفس الاسماء فحسب ما انت ايه حابب. طبعا دي ساعات بيستخدمها مثلا اوريجينال، مثلا لو عندك مثلا كلمات كبيره، تمام، انت ممكن تاخدها ايه اوريجينال افضل. طبعا لو انت مذاكر السيكوال ومذاكر الهايبر نت والكلام ده كله هتعرف انا بقول ايه، لو مش مذاكر ارجع ابحث عنها وذاكرها كويس، تمام. دي اول ايه حاجه عملناها. تاني حاجه عملناها، احنا عاوزين نرن البروجكت بتاعنا في الريسورس، تمام. طبعا انا مش عاوز دول، انا عاوز بس ايه، اول ما تعمل كرييت للابلكيشن بتاعك بالسبرينج، تمام، هو بيكريت لك دايركت، بيكريت لك فولدر اسمه ايه، ابلكيشن دوت بروبرتيز. ايه وظيفه الابلكيشن دوت بروبرتيز ده؟ اول ما تعمل رن بروجكت بتاعك، اول حاجه بيقراها، او مش اول حاجه بيقراها، من الحاجات اللي بيقراها هو شغال، اي بروسيس هنا بيقراها. طب هنا هنحط ايه؟ بس هعمل كنت انا محضر شويه كونفجريشن وبروبرتيز، هحطهم اهو كنترول في، تمام، بحط فيها. عاوز مثلا اعمل كونكت داتا بيز، فعاوز اديله درايفر، فقلت له الدرايفر بتاعك زي ما كنا بنعمل اما كنا بنعمل كونكت ما بين الجافا والماي سيكوال قبل كده خالص. لو انت اكيد عملت مشاريع قبل كده فانت هتعرف ان كلاسيك كنت تديله درايفر، تمام. بعد ما اديله درايفر هنا بديله اليو ار ال بتاعت الداتابيس بتاعتي، هروح على الماي سيكوال ورك برانش، تمام، واعمل هنا نيو داتابيس هسميها ستودنت سيستم، تمام، واعمل ايه ابلاي، هيكريت لي داتابيس، تمام، اللي هي اهي اللي هي فان اي ستودنت سيستم، تمام. هروح هناك جي دي بي سي، نصنفه بعض ماي سيكوال، نصنفه بعض لوكال هوست 3306، تمام. هنا فول ستاك كوميرس، دي كانت داتا بيس موجوده عندي فانا هغيرها واحط ايه ستودنت داش سيستم، تمام. هنا ده اليوزر نيم والباسورد اللي انت اول ما كنت بتعمل كرييت او تعمل انستول للماي سيكوال بتاعك او الماي سيكوال ورك برانش، فكان بيقول لك في يوزر نيم وباسورد المفروض تحطهم هنا، تمام. انا عندي اثنين يوزر نيم، في روت وروت، في اسلام واسلام، هحط اسلام واسلام، الاثنين صح يا جماعه، ما فيش اي ايرور، يعني هيطلع حطيت روت، تمام. خلينا نرجعها للروت، تمام. هنا الدايلكت بحط الدايلكت بتاعت الماي سيكوال، تمام، وهنا ديت مش عاوزينها دلوقتي، تمام. وفي انوتيشن ثانيه احنا ناسينها اللي هي بتاعت الكرييت والابديت. انا هنا بس نظمتهم، عملت هنا كوميت كومنت، الكومنت يا جماعه في الابلكيشن بروتيز عن طريق انك بتعمل شباك، تمام، شباك وتكتب اي كومنت انت عاوزه، تمام. ودول الفور البروتيز بتاعنا، وده الدايركت اللي احنا اتفقنا عليه، وده كومنت، تمام. في اللي هي سبرينج دوت جي بي اي دوت بروبرتيز .hypernet.hbm2ddl.auto-update، ده عشان احنا عندنا المفروض عندنا ثلاث حاجات، ابديت وكرييت وعندنا دروب كرييت على ما اعتقد يعني، تمام. انت ابحث عنها وذاكرها، تمام. وفي فرق ما بين الثلاثه، طبعا الفرق ما بين الكرييت انه بيشيل كل الداتا وبعدين بيعمل كرييت من الاول، الابديت بيكمل على الداتا اللي عندك في الداتا بيز ما بيمسحهاش، وفي الدروب كرييت بيشيل كل الجداول وبعدين يجي يعمل لهم ايه؟ كرييت، تمام. لو انت مش مذاكر هايبرنت ارجع وابحث ودور وهتوضح لك اكتر، تمام. كده انا خلصت ايه
ايه الكونفيجريشن بتاعتي كده، انا اقدر اروح اعمل ران للبروجكت. اول ما اعمل ران للبروجكت طبعا انا متوقع ان طلعنا ايه ايرور، بسبب ايه؟ قلنا بسبب ال داش دي. هنشوف دلوقتي طبعا طلع لي هنا اهو الايه ايرور، بيقول لي ايه، هنشوف مع بعض، بيقول لي ايرور اهي، يو هاف ان ايرور ان يور سيكوال سينتاكس. وهيسيبك لو قعدت تقرا من هنا للاخر خالص برضو مش هتعرف الغلط فين. هو هنا ممكن الواحد ياخد باله، هنا بيقول لك ايه سينتاكس تو يوز نير داش نيم، بس انت لو انت شغال مع نفسك واول مره تشتغل عمرك ما هتعرف ان الغلط في الداش، حتى لو انت بتقرا يعني ما انتش مخيلتك ان الداش مش هي الغلط، يعني ايه صعب انك يعني ايه هتقول لا مش داش، اكيد في حاجه غلط انا كاتبها، انت فاهمني؟ فانت لو قعدت تدور فهتلاقي ان الغلط في ايه، في الداش اللي هي دي. تمام، لو رحت هناك صغر دي، تمام، هعمل دي ايه اندرسكور، وهروح في الماي سيكول بتاعي عشان هتلاقيه هو كريت لي التيبلز او ما كريتليش. تمام، فهروح اعمل ران تاني ستوب اند ري ران، وهنشوف المره دي هيعمل لنا ايه. تمام، مفيش اي ايرور وكل حاجه تمام. هروح هناك في الماي سيكوال بتاعي، هعمل ريلود، هلاقي التابلت كريت اللي هو الستودنت سيلكت وكل حاجه يا جماعه تمام، ومفيش اي ايرور. هنيجي نرفع الفايلز بتاعتنا على جيت هاب، هنعمل جيت اد، تمام، هنعمل في سي اس كوميت، هنروح نعمل ايشو الاول نيو ايشو editing files and set configuration. تمام، لو الكلمه غلط تك عليها حددها وكليك يمين هجيب لك الايه الايديت بتاعها الصح. assign yourself، تمام، submit new issue، اخدها كوبي واروح هناك هعمل ايه paste، واعمل قبلها كلوزز بالمره، واعمل كوميت اند بوش، واعمل ايه بوش. بعد ما يخلص البوشنج هروح هناك هلاقي عليه عمل لي كلوزد اهي وبقت بلون الاحمر. تمام، وهنا الكوميت بتاعي وكل حاجه تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، ولو في اي حاجه مش واضحه ممكن تتواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك بتاعتي في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.